بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده اعرب جلالته ايده الله فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار مشيدًا جلالة الملك المفدى رعاه الله بعمق ومتانة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو